الوقت ده مش عاوز اتكلم منه خالص. ياس يا ما طلبتني؟ تعالي اتفضلي. باشمهندس عليا الدكتور سامر العميل الجديد اللي كنت قلت لك عليه. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا صاحبي. دكتور سامر واخد دكتوراه في نظم المعلومات، حاجه كده في الكمبيوترات، انا لغايه دلوقتي مش قادر افهمها، مع انه هو شرح لي على فكره، بس انا ابيض في التكنولوجيا. معلش يعني هي حاجه ليها علاقه كده يعني بتامين المنشات الحيويه كده. مشرفنا. دكتور سامر بيفتح شركه جديده واخد دور ارضي كده مدخل خاص، وكان عاوزنا اننا نعمل له الديكورات بتاعتها. تحت امر حضرتك. انا حتى معايا يعني شويه صور كده للموقع، يعني ممكن لو حضرتك حابه تشوفيهم او كده يعني. لا انا ما بشوفش صور. ايه المواعيد اللي تناسب حضرتك علشان نروح نرفع المقاسات ونعين المكان على الطبيعه؟ يعني لو امكن في اسرع وقت ممكن بكره او يوم الاربع. الاربع يبقى حلو قوي، بس يا ريت يكون معاك وسط النهار. طيب حاضر، يعني على مثلا 2:30 يناسبك؟ جميل خلاص. حضرتك معاك التليفونات بتاعت الدكتور صح؟ اكيد. انا حتى يعني بصي معايا الكارت بتاعي عليه كل الكونتاكتس لو حضرتك حبيت يعني يكون معاكي. جميل قوي، يبقى انا هكلم حضرتك على الساعه 11 الصبح يوم عشان اخد العنوان. اوكي ان شاء الله باذن الله. Man, the light's not me, no, nor woman neither, though by your smiling you seem to say so. شفتي؟ ده عبقري بجد. شيكسبير. شيكسبير. لو قررتي تقري بالانجلش العادي كأنك بتقري شعر عمر الخيام بالعامية مثلا، الفرق كبير. بس صعب برضو. بس يستاهل. دي فريدة خطيبة أخويا الكبير. أوكي يا رب. فاري إزايك؟ أوكي حاضر. مالك يا فاري؟ في إيه؟ أوكي. بص يا عادل، رباب عملت محضر اثبتت فيه الواقعة بالكامل، محضر رسمي، بس انا بقى مش هحقق معاك بشكل رسمي دلوقتي، احنا في الاخر زمايل، بس من الاخر لو ثبت انك عملت كده فعلا، وده شيء انا اصلا متاكد منه عشان يعني ما نقعدش نلف وندور على بعض، كلنا هنتلط فيها. والله عمر بيلا، وانت شايف ان كلنا هنتلط فيها زي ما بتقول، يبقى ما كانش ينفع تسمع الكلام الفاضي اللي البت دي بتقوله من الاول. وبعدين يا باشا العالم دي صايعه، اتربوا على النواصي، ما عندهمش اي حاجه يعملوها غير انهم يتبلوا على الناس المحترمين. يا راجل وليه غلبانه؟ هترمي بلاها على ضابط شرطه وفي الاسم وفي عز النهار وقدام كل الناس؟ كل دي صياعه. وليه لا يا عمر بيه؟ البت دي طلبت مني انها تقابل الواد الزفت بتاعها وانا رفضت. يا باشا ده كان فاضل انها تبوس رجلي. وبعدين يا باشا انا حاسس ان البت دي في موضوع بينها وبين الواد ده، يعني زي ما تقول كده كانت عايزه تقول له على حاجات من ورانا. يا باشا البت دي ما صدقت ان قلت لها على وفاه راضي وان سيادتك في اجازه عشان تساومني، لكن انا رفضت واديت لها الكلمتين اللي يوجعوا عظمها، عشان كده قررت انها تقلب عليها الترابيزه. جرايه يا عمر بيه، انت نسيت العينه دي ولا ايه؟ نسيت يا باشا لما الناس دي بتتخانق مع بعض ويعوروا نفسهم عشان يتبلوا على بعض قدامنا؟ يا خالد انا ما عرفتش اقنعه باي حاجه، ده دماغه ناشفه خالص. بس طيب وبيحبك بقى انت عارفه. شكرا. انا خليته يمنى لك الكوبايه نص. ميرسي يا فاري. العفو. الحاجه اللي أنا مش فاهمها، إزاي عمر ما يبقاش فاهم أنتي حاسة إيه؟ لا هو فاهمني كويس وعارف أنا حاسة بإيه، بس لما بيجي قصاد شغله بينسى أي حاجة وبينسى أي حد، ده بينسى حتى إن هو يحس بيا. لا اللي أنتي بتقوليه ده بالذات مش حقيقي يا فريدة، عمر بيحس بكل اللي حواليه، ساعات
زيادة عن اللزوم كمان، لدرجة إنه ما بقاش عنده مساحة يحس بنفسه، مش بيشوفها. وإنتي نفسه في حاجات كتيرة قوي يا فاري، إنتي هو بس على بنت زي القمر. بس أنا مش عاوزاه يكمل في القضية دي. أنت مش فاهم يا خالي، الناس دي أسهل حاجة عندهم القتل. يعني بعد الشر لو عمر ده راح مني أنا مش عارفة يحصل لي إيه. طيب بالراحة، ما تعيطيش بقى يا فريدة. عمر مش هيجرى له حاجة، عمر عارف شغله كويس، ما تقلقيش صدقيني. اضحكي بقى. معايا الباشا عايز. انا هرق السود يا جدعان، مفيش الا تلاعب في الاوضه دي يا باشا ولا ايه؟ عايزين نعرف اخرتنا ايه يا باشا. نفسنا ندوس على الاسفلت برجلينا يا باشا، نفسنا نشوف النور بعينينا سعاده البيت. عايزين نعرف اخرتنا ايه. هتروحونا على رجلينا ماشي، هتودونا النيابه برضو ماشي، هتموتونا برضو نعرف. يلا يا باشا مستنيك. يخلص يالا قدامي هتكون بلاوي. ايه يا عم سعيد، نايم على ودنك ولا ايه؟ بتترزع في مكتبك؟ بيجي التفتيش وبنعيط. ادخل. حضر لي كل السبت على السنه اللي فاتت، انزلي دلوقتي حالا. يلا ما تاخرش. يا رباب هتيجي تقعدي؟ السلام عليكم يا باشا. عليكم السلام ورحمه الله. ايه اخبارك؟ الحمد لله يا باشا. عمتك لسه قافشه؟ لا يا باشا الحمد لله، فكت وبقت زي الفل. بركه في سعادتك. بص يا رباب، عمر بيه هو اللي عايزه، اطلعي له بقى شوفي عايز ايه وانت راجع طمنيه. خير ان شاء الله. هو حضرتك مش هتيجي معايا يا باشا؟ حاضر هاجي معاك يا رباب. استنيني هنا يا رباب. حاضر يا بيه. بترد السلام عيب عليك. استغفر الله العظيم. استغفر على ايه يا تلاع؟ استغفر على ايه يا اخويا ولا ايه ولا ايه؟ ابن منطقتي يا غالي. اتلم يا وقت، مش عايز اسمع صوتك. تعالي هات الواد ده. اقعد يا رباب استريح. تسلم يا بيه. جرى يا عمر بيه؟ صوتك عالي يا باشا. صوتي ايه يا باشا؟ هو ينفع اللي بتعمله ده يا باشا؟ صوتك عالي يا عادل باشا. احنا لسه ما بدأناش محضر رسم. اقعد بقى وهد. اقعد. دلوقتي رباب عامله فيك محضر رسمي بتتهمك فيه بمحاوله استدراكها لاغتصابها. والواد ده معمول في نفس المحضر وبرضه بينكر. وانا من الاخر بقى عايز اخلص عشان مش فاضلكم. قلنا نجيب الجمل والجمال، ولا انت ايه رايك يا عادل الضابط؟ هو صاوي فين يا ايمن باشا؟ جمحته في النبطشيه وانا جاي لك. روح عبد الله ندهله عشان يبقى موجود هو ايمن باشا. استنى عبد الله. ولا تحب نجيب محضر ونبدا تحقيق رسمي على طول ونخلص؟ فايه اكتر حاجه بتغيظني فيكي؟ ايه هي؟ انك عارفه ومتاكده اني دايما هبديكي على كل حاجه حتى نفسي. لا بجد؟ تصدق بقى ان انا نفسي اصدقك؟ لو بصيتي على نفسك وانت قاعده كده مديه ظهرك للباب، بحيث ان اي حد يخش هيشوف حته كده من خدك، وسايبه الباب مفتوح في وقت متاخر كده،
بصيتي على المنظر ده أكيد هتعرفي إن اللي قاعدة دي لازم تكون مستنية حد ومتأكدة إنه جاي. وهو جه تفضلي بقى مدياله ظهرك كده ولا إيه؟ العيون دي ما ينفعش تسأل خالص. أموت أحسن. بعد الشر. بقول بعد الشر يعني. يا سيد يا بدوي. أيوة بقى. عمر، أنت بجد هتسيب القضية بتاعت راضي عشاني أنا؟ بشرط. قول إيه هو؟ ما شوفش دموع في العين دي أبداً. لحد ما اموت. طب ممكن تبطل تتكلم في الموت؟ حاضر. فريدة بابا، انت بتكلمي نفسك يا فريدة؟ مالك يا بت؟ في ايه؟ انت هتفضلي تبصي لي كل شويه؟ عادل بيه، انا هكررها لك تاني، احنا في الاول وفي الاخر زمايل، وانا لغايه دلوقتي مش عايز اصعد الموضوع وامشيه في شكل رسمي، والبهوات اللي موجودين هنا دول موجودين عشان حضروا كل حاجه من الاول للاخر لما الست ساميه جات عشان تشتكيك، وهم في الاخر اللي لموها، يعني كده كده هما موجودين. موجودين جرايا عمر بيه، البت دي سمعتها زي الطبل في المنطقه كلها، ما تعمل تحريات عنها يا باشا هي والواد الصايع اللي معاها ده قبل ما تعمل اي اجراء قانوني او رسمي. انا يا باشا بس بفكرك بالموضوع ده عشان ما نضحكش علينا القيادات بتاعتنا. طب يا باشا انا خلصت كلامي وهستاذن عشان عندي شغل كتير. عادل بيه، اخبار الخبطه اللي في دماغك من ورا ايه يا بيه؟ انت بتقول ايه يا بت؟ انا اسمي رباب، رباب حسني الجمل. عمر بيه، الباشا واخد مني بطحه لما رزعت له دماغه في ازاز العربيه، وفي نفس اليوم عربيه الباشا اتسرقت. اتلم يا بت بدل ما امسح بكرامتك الارض. ما انا منمومة اهو يا باشا وقاعده على الكرسي، ولا تكونش شفتني قمت. جرى يا عمر بيه؟ احنا هنفضل في العبط ده كتير؟ عربيتك فين يا عادل بيه؟ عربيتي؟ انت مالك بعربيتي؟ عادل يا كومي، وشرف ابويا لو ما تعادلت معايا في الكلام لالغي القعده الحب دي واخليها رسمي بقى. اعلى مفخلك اركبه يا عمر. اعلى مفخلي لو ركبته هيدهسك، هيسويك بالارض اللي انت واقف عليها دي. ولا تلعب امرك يا باشا. الباشا جالك التلاجه ليه؟ يالا كان بيسألني على حكاية ربابة يا باشا. أنا بتكلم على المرة التانية. كان محروق يا باشا وبيطلع حرقته عليا. وطلعها؟ بالطول والعرض يا باشا. مين قال اللي عورك في دماغك كده؟ أنت هيطلع نسيفك. عادل باشا أقسم بالله. يعني الواد كان محطوط في التلاجة على ذمتي، ومع ذلك دخلت له التلاجة وعورته. أيمن بيه، هو الواد ده لو كان فايز في ايده كان مين اللي هيتلط فيها؟ بعد إذن أيمن باشا، محدش هيشيلها غيرك عمر بيه. يعني الموضوع ما بقاش بينك وبين رباب بس، أنا شخصيا ملطوط. كل ظباط الاسم هيتلطوا. أهو اللي أقدم مني ومنك قالها لك أهو. يعني لو ما قعدتش كده وهديت وفكرت وسبتنا نشوف حل العكة السودة اللي احنا فيها دي، النار هتتفتح عليك من كل الظباط في الاسم. ها تحب تقعد ونتكلم ولا تحب تمشي؟ اللي عندنا قلته يا عمر يا سلطان، واللي تعرف تعمله اعمله. سلام.
لي المحضر فين وهاتهولي. حاضر. هعمل ايه يا باشا؟ لا انت مش هتعملي حاجه يا رباط، احنا اللي هنام. تقومي روحي دلوقتي، لو احتجتك في حاجه هبعتلك. فين المحضر يا صابر؟ جاي ورايا مني. تمام صابر باشا، عايزك تاخد الواد ده والعيال اللي معاه في مكتبك، تاخد اقوالهم وبكره الصبح ترحلهم على النيابه. تمام يا عمر بيه. رباب، في شهود عيان على واقعة الاعتداء عليكي؟ لا يا باشا مفيش. خد عبد الله على مكتب صابر بيه. تمام يا باشا. يلا عبد الله. قدام قلب، قدامي. دلوقتي يا رباب الواد ده هيروح النيابه وهينكر كل حاجه، وبالكتير هيتعاملوا معاها لانها وقعت تحرش، ده اذا عرفوا يثبتوها اصلا وهخرجوها يا رباب.